بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، يعني النهاردة هنتكلم على أحد الأسئلة اللي بتهم الثانوية العامة في كافة مراحلها، يعني أولى وثانية وثالثة. فهذا الموضوع اللي هو how to write an essay or how to write a paragraph. طبعا باراجراف ده طبعا هو موضوع الانشاء وموضوع التعبير، وده مشكله كل الطلبه، وهو موضوع التعبير بالعربي باللغه الانجليزيه بيبقى مشكله لكل الطلبه. فاحنا هنحاول النهارده نضع خطوط عريضه من خلالها نستطيع ان احنا نسهل هذه العمليه بوضوح. طبعا عايز حضراتكم يعني حاول تشاهد الفيديو لغايه الاخر، لانه في نهايه الفيديو حاطط لحضراتكم يعني مفاجاه وباراجراف حضراتكم ممكن ناس كتير بتسال عنه، ممكن هذا الموضوع اللي هو ممكن ياتي عن طريق ترجمه، عن طريق باراجراف، عن طريق طبعا هو حديث الساعه، وطبعا كلكم عرفتوا احنا بنتكلم على ايه. نبدأ في البداية في عن موضوع الباراجراف ونشوف الباراجراف ده أو الإسي ده شبهته بالشبه اللي قدام حضراتكم ده، ما هو إلا عبارة عن ساندويتش. شو التركيبة بتاعته؟ يعني لو في أي حاجة ضاعت من هذا الكلام اللي موجود قدامنا، يعني أي حاجة ضاعت بتحسوا إنه هذا الساندويتش غير كامل. فالسندوتش ده يمثل الموضوع كله ككل، اللي هو السؤال نفسه ككل. لازم بيبقى بادئ بحاجة اسمها topic sentence، وهنتعرف عليها اللي هي جملة الموضوع أو الجملة الرئيسية، وهنتكلم عليها بالتفصيل، ويختتم في النهاية بجملة خاتمة conclusion sentence، الخاتمة اللي في النهاية بين المقدمة بتاعتنا اللي هي topic sentence وبين الخاتمة بتوجد بقى ايه بسموها الشطائر او الشرائح اللذيذة، اللي هي طبعا اكيد حضراتكم اول ما شفتوها معظمكم بدأ يأكل يعني ويدور على المطبخ. طبعا اللي في الداخل دي هي عبارة عن الايدياز، اللي هي الافكار اللي انت حضرتك هتحطها، اللي احنا بنسميها البادي او بنسميها الموضوع الاساسي، الافكار اللي انت هتحاول تشرح فيها الفكرة الرئيسية حتى تصل في النهاية الى الخاتمة. ومن هنا نبدأ نتدخل او نخش الى الداخل ونشوف ايه الكلام اللي احنا عايزينه. structure of the essay اللي هو تركيب هذا المقال اللي انا هبقى مطالب به في الامتحان، سواء كان اونلاين او امتحان ورقي في البوكلت بالنسبه للصف الثالث الثانوي. هذا الجزئيه بيتركب an essay should include three items، يعني اي essay او باراجراف يا لابد ان يتكون من ثلاثة اجزاء او عناصر رئيسية. زي ما كاتبين لحضراتكم يجب ان تحتوي اي مقالة على ثلاثة عناصر، يا ترى هي ايه دي؟ اول واحدة the topic sentence اللي هي العبارة الافتتاحية وبتسمى الانترودكشن، يعني المقدمة. عايزين نفهم كلمة الانترودكشن. الانترودكشن او هذه العبارة الافتتاحية او topic sentence كما تسمى in English، هذه العبارة توضح لمن يأتي يقرأ ما كتبته يفهم حضرتك انت هتتكلم عن ايه. طيب مش فاهمين؟ طيب بص هدي لكم مثال تاني. تخيل انه في مجموعة من الناس جاءت لزيارتكم، يعني some guests come to visit your home. Firstly, you don't know why they come. انت مش عارف الجايين ليه. لكن the old man of them، اكبر واحد فيهم سنا، بيقول لوالدك ايه؟ والله يعني احنا سألنا على حضراتكم وعرفنا ان كنتوا يعني عيلة ممتازة وعيلة يعني ذات اصل عريق وناس متدينين، واحنا يعني يشرفنا ان نتقرب اليكم ونكون اسره واحده وعائله واحده. اللي عمل الانترودكشن والمقدمه دي، انت فهمت انه ده اخينا ده جاي يعمل ايه؟ ايوه فعلا جاي يخطب،
جاي يخطب هنا، عايز يخطب طبعا بنت عندكم، اختك، بنتك، خالتك، عمتك، حاجة من صيغة الإناث وخلاص. ده اللي هو العبارة الافتتاحية. بص الانجليش بيشرحوها ازاي، يقول لي حضرتك the main idea of a paragraph is usually introduced in the first sentence. يعني اي فكرة رئيسية للباراجراف لابد انك تقدمها في خلال او من خلال الجملة الاولى اللي هي قرأها، اول جملة يصطدم بها القارئ لازم يعرف ان حضرتك عايز تتكلم على ايه. طيب The topic sentence is the most important sentence in the paragraph. أهم جملة هتكون موجودة في الباراجراف بتاع حضرتك لازم تكون هي الجملة الأساسية أو الافتتاحية. It focuses يعني تركز على the topic الموضوع by giving the writer's main idea. ان الكاتب يدينا فكرته الاساسيه or opinion رايه or feeling او شعوره about subject. يبقى انت حضرتك بتكتب هنا في هذا الموضوع اللي هو الافتتاحيه بتاعتك ان هي الفكره الرئيسيه اللي انا هتكلم عليها، الشعوري انا ايه، رايي ايه. طبعا ده كله ياتي في هذه الجمله. لو انت طبعا العباره الافتتاحيه قد تكون جمله، قد تكون سؤال، قد يكون جملتين، قد يكون ثلاث أكثر، حسب ما ربنا يسهل لك يعني. بعد كده بتبدأ على الجزء الثاني، احنا الجزء الثاني اللي في الداخل هي بيسموها supporting sentence، الجمل المساندة أو الأفكار أو البادي. شوف كل دي مسميات ليها، اللي هي الأفكار اللي حضرتك هتبدأ تسردها لتوضح للقارئ الفكرة الرئيسية اللي انت اتكلمت عليها. فيعني بمعنى ان حضرتك لو كانت الجملة الافتتاحية بتاعت حضرتك في البداية اتكلمت وقلت ان pollution is the most dangerous problem we faced nowadays، التلوث اخطر مشكلة نواجهها، اخطر مشكلة نواجهها هذه الايام، بتبدأ هنا حضرتك في supporting sentence في الجمل المساندة تبدأ تديني بقى ليه، ايه هو التلوث ده، وليه هو أخطر مشكلة، وليه يجب علينا أن نواجهها، وإيه هي أضراره، وإيه هي طبعا الأشياء اللي ممكن نفعلها لنتجنبه، وممكن لحيات النفايات اللي بتترمي بدل ما إحنا نرميها ممكن نستفاد منها. دي اسمها اللي هي supporting sentence. هو the topic sentence of a paragraph is followed by a number of other sentences called supporting sentence. يعني حضرتك الجملة اللي انت كتبتها اللي هي جملة التوبيك لابد فولود يأتي بعدها مجموعة من الجمل تسمى supporting sentence. هي sentence make up اللي هي تكون، او ان هي ممكن تختلق، وكلمة make up لها معاني كثيرة مش في معادها. the body of the paragraph اللي هو بيقول عليه body اللي هو الجسم بتاع البراغراف، in او written paragraph يعني الباراجراف اللي بيكون مكتوب بطريقه جيده. all of the supporting sentence give more information about a topic sentence كما قلنا، هي اللي بتدي افكار زياده عن جمله المقدمه. في النهايه the conclusion sentence الخاتمه. الخاتمه ما هي الا عباره عن تلخيص ما قلته، كل ممكن ألخص الختام بتاعي في يعني جملة واحدة paragraph generally ends with a concluding sentence. This sentence pulls the paragraph together، كأنها بتلم الباراجراف كله في كلمة في جملة واحدة، and tells the reader the paragraph is finished. وكمان غير ان هي بتديني فكرة رئيسية، لا ده هي بتقول للقارئ الله يا عم لم عزالك خلاص الباراجراف انتهى. The concluding sentence often restates يعني يعيد صياغة main idea in different words، كأنك بتكتب الجملة اللي بدأت بيها الباراجراف مرة تانية بس بطريقة مختلفة ثانية، or summarizes the major points أو تلخص النقاط الأساسية في هذا الباراجراف. It should follow هنا naturally
from the body of the paragraph، يعني لابد ان هي تخرج مباشرة من الباراجراف. يعني ما تكونش حضرتك بتتكلم في البداية عن التلوث وتكلمت على افكار عن التلوث وفي الاخر تختم له كلامك وتقول له reading is very important، ان القراءة مهمة. طب ايه دخل القراءة؟ فانت بتتكلم عن التلوث، يقبل ليه؟ لان انت في اللحظة دي ما طلعتش بقى من ايه؟ ما طلعتش من البادي، انت هنا جبت جملة خارجية، فاذا في اللحظة دي انت بقيت out of date. بص بقى، عشان بعد ما اخذنا التركيب احنا ماشيين سنة سنة، ادينا لك الكلام الاكاديمي في مجموعة من اللي هي important tips or important advices advisory. هذه النصائح اللي انا عايز اقدمها لحضراتكم نشوفها لخصها احد الكتاب في هذه اللوحة الجميلة اللي موجودة قدام حضراتكم، ان هو هيدي لك مثال كيف تعامل مع احد الموضوعات وازاي استخدم كل ما لديه من كلمات، من vocabulary، من grammar، من كل شيء هو توصل اليه، لان الباراجراف ده ما هو الا عملية براكتس، هنا تطبيق عملي لحضرتك من كل الكلمات اللي درستها على مدار سنواتك السابقة، بالإضافة إلى قراءاتك المتعددة، بالإضافة إلى أنك أنت قرأت في كتب خارجية وحفظت باراجرافات وحفظت كذا وحفظت كذا وحفظت كذا، ده كله بتبدأ تطبقه على الواقع. يعني هذا الرجل هنا بيقول how to write a paragraph about هنا عن يا طلب منك تكتب باراجراف عن اسباب cause شيء ما or effect تأثير شيء ما solution الحل لهذا الشيء or advantage مميزات or disadvantage عيوب. فيعني هنا ازاي انا اتعامل لو طلب مني اكتب باراجراف عن مشكلة ما، في هذه المشكلة اي مشكلة تواجهني بدور على اولا بوصف له في الاول المشكلة دي ايه واسبابها ايه وتأثيرها ايه والحل وايه المميزات وايه العيوب. طبعا لو انت هتلاحظ هتتعامل مع الباراجرافات، اذا كان هناك باراجراف بيتحدث عن الادفانتج اند ديس ادفانتج اللي هي المميزات والعيوب، بتبدا تتكلم على في البدايه على المميزات، يعني مجموعه من الجمل سام سنتنس اباوت ادفانتج، والاذرز الاخرون التانيين بتتكلم عنهم، بتتكلم عن الديس ادفانتج العيوب. لكن هناك مواضيع ليس لها ادفانتج، ملهاش مميزه، زي سموكينج زي التدخين، بيبقى كله عيوب، فانت كل كلامك هيكون على هذا المنوال. طبعا هو اداني مثال على الليتريسي اللي هي الاميه. اول جمله المقدمه بتاعته بدا يقول لي ذا ستيت، بيعرفك يعني ايه الاميه، ذا ستيت اوف نوت بينج ايبل تو ريد رايت اور يوز ا كمبيوتر، انك انت لما عندما تكون غير قادر على القراءة ولا الكتابة ولا استخدام الكمبيوتر في هذه اللحظة فانت انسان illiterate، يعني انسان امي. فمن هذه الكلمة او هذه العبارة لابد ان نتحدث عن الكوزس اللي هي اللي ادت الى الامية، effects اللي عنده امية ده تأثيراته عليها ايه، الامية ده اثرت عليه ازاي، والسوليوشن الحل. شوف عمل ازاي، قال الكوزس parents don't have money to buy books، يعني ان والديه ما كانش معاهم فلوس يشتروا له كتب فبيجي امي، the school are very far from students، يعني بيقول له ان المدرسه كانت بعيده ما خلوش يتعلم، parents don't know the importance of education، ان الاباء لا يعرفون اهميه التعليم، ده دي اسباب ادت الى illiteracy. effects هذه الاميه ادت الى ايه، people will not know anything about the world، قاعد زلطرش في الزفة لا يعرف شيئا عن العالم من حوله، people will not get very good jobs، الأمي لن يحصل على وظيفة جيدة، هذه تأثير الأمية، people will live in very bad conditions، هيعيش في ظروف معيشية من نيلة بنيلة. solution بقى ايه الحل، the government should build schools in the rural area اللي هي المناطق الريفية،
يعني الحكومة الحل لهذه الأمية، الحكومة تبني لهم مدارس في المناطق الريفية. Parents should encourage their kids to study. الآباء دعموا تشجيع من الآباء، شجعوهم يعني لكي يذاكروا. Students should work hard to fulfill their dreams. يحقق أهدافهم أو أحلامهم. هنا دي اللي هي بيسموها الدرافت بتاع حضرتك، دي المسودة. بدأ يصيغ هذا الكلام كله في آدي البراجراف بعد ما عمل المسودة بتاعته. دي المسودة اللي هو عملها، اللي من خلالها طبعا يبدأ يكتب البراجراف بتاعه. طبعا انت في الامتحان يمكن يكون معاك ورقة خارجية وتكتب فيها هذا الشيء. هنا بدأ البراجراف، وآدي عام جملة المقدمة. اللي تريسي كان defined as the state of not being able to read, write or use a computer. اهي دي جملة المقدمة. concerning هنا طبعا كلمة causes، هنا الأسباب المقلقة، هنا parents don't have money كذا كذا كذا، يعني هيعيد كل الكلام ده مرة ثانية. ولكن عملية الربط بين الجمل، قال لما تيجي حضرتك ترص الجمل بلاش كلمة and 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 and، الكلام ده هيودينا في داهية. التكرار ده بيخلي القارئ لك والمصحح يمل منك. اديتك كلمات بمعنى and بدل ما كل مرة، وانا هدي لك بعد شوية كلمات تانية، يعني بدل ما كل مرة اقول and ممكن اقول and، اقول moreover، كلهم بمعنى واحد. besides، in addition، طبعا كلمة furthermore، كل دي كلمات معناها بالإضافة إلى كذا وكذا وكذا. تبدأ الكلمات ده بيسموها في كتابة الباراجراف بالبهارات. البهارات اللي بتبقى هنا إيه؟ بتحلي الكتابة بتاعت حضرتك. كمان ممكن تستخدم concerning، يعني هنا كلمة من المهم. as far أو as for، آسف، regarding، with regard to، كل هذه الكلمات بتساعد حضراتكم طبعا وانتوا حافظين في المذكرات بلاوي ومتلتله، لكن لا حياه لمن تنادي. هتلاحظ حضراتكم بعد هذا الملخص الصغير اللي انت ممكن من خلاله تستطيع انك انت تعمل باراجراف بهذه الطريقه. حاول تدرب نفسك وتخلي اللوحه دي قدامك وطبق وشوف، هتلاقي نفسك. طبعا انت مستحيل هتكون بني ادم يعني في مش يوم وليله هتبقى كاتب عظيم، يعني مش يوم والتاني هتبقى نجيب محفوظ. لا، ده انت يعني عايز منك طبعا مجهود مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، وكل يوم لو خليت لنفسك في كل ما انا اقعد اذاكر مثلا اعمل لي باراجراف اكتب فيه جزئيه بس ورا جنب، جملتين ثلاثه وركن، جملتين ثلاثه وركن كده، هتلاقي نفسك بقيت ان شاء الله ممتاز. بص كده، دي كانت النصيحة. هبدأ أدي لك نصيحة فيما يتعلق بجملة المقدمة التي يقابلها القارئ لأول مرة. حاول دايما بقدر الإمكان أن جملة المقدمة بتاعتك تكون بسيطة وما تكونش معقدة التركيب لغوي، يعني معناها كده ما تشبحش بلغتنا إحنا. بلاش تكتب جمل عندك جملة ضخمة وما تعرفش تصيغها بطريقة صحيحة، تلاقي نفسك حطيت الفعل مكان الفاعل والصفة مكان الموصوف وجبت السبيلنج وخربت الدنيا معك. لا، اختار جملة بسيطة غير معقدة تبقى سهلة الفهم. ويمكنك كتابة جمل مقدمة ليست في صلب الموضوع مباشرة، يعني ممكن زي ما أنا قلت لك ما تخشش على الموضوع مباشرة، ممكن أنت في البداية تمهد وتديني كلمتين كده يشجعوني إن أنا أقرأ الكتابة بتاعتك، لكن لازم يكون لهم علاقة بما سيتم كتابته، ما تطلعش بره الموضوع أبدا. ده بالنسبة لجملة المقدمة. طبعا مثال، إذا كان المطلوب كتابة موضوع عن public libraries، واحد قال لك اكتب لي عن أهمية المكتبات العامة، قبل ما تتحدث عن المكتبات العامة نفسها وتقول فوائدها إيه وأهميتها إيه ودور الدولة والكلام ده، نسأل نفسنا سؤال أو اتنين. إيه هو؟ يعني نسأل نفسنا ليه الناس بتروح للمكتبات العامة؟ لماذا الدولة تشجع وتساعد في إنشاء المكتبات العامة؟ فتلاقي حضرتك أن الإجابة على السؤالين دول لهم علاقة مباشرة بالقراءة وأهميتها في الحياة من حيث زيادة المعلومات ونشر الوعي والمعرفة بكل ما يدور في جميع أنحاء العالم. فنكتب جملة مقدمة تكون بهذا الشكل. أنت حضرتك هتتكلم على
المكتبات العامة، ما تخشش على طول مباشرة وتقول له إن المكتبات العامة مش عارف بابلك كذا كذا كذا. المكتبة العامة بنستخدمها لإيه؟ للقراءة. يبقى أنا ممكن أجيب عبارة عن سنتنس، جملة، هذه الجملة تمت إلى هذا الموضوع بصلة، زي reading is a very important way to enrich يعني تسري people's knowledge and information about what is happening all over the world. هنا حضرتك كلمت عن القراءة، دي خلت البني آدم قراءة. طب بعد شوية تقول طب هنقرأ فين؟ فتروح داخل على هذا الموضوع بتاع حضرتك. طيب نصيحة تتعلق بالبادي، بجسم الموضوع، الأفكار الرئيسية. إيه النصيحة؟ واحد، لابد أنك أنت تقسم الموضوع لأفكار رئيسية items، زي ما بيعلموكم في اللغة العربية العناصر. تلاقي المستر بيكتب لك على العناصر 1 2 3، أنت بتعملها مع نفسك. أولا طبعا الأفكار دي الرئيسية ممكن تلخصها في كلمة أو 2 وتطلع منها. يعني حضرتك أنت زي الموضوع اللي احنا افتتحناه في البداية عن البلوشن، التلوث، انت عايز تتكلم على، تحط كده يعني كلمة أساسية، ها، خطورة التلوث كذا وكذا 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 وكذا، ها. طيب ماذا نفعل؟ ها، الحلول نفعل كذا وكذا وكذا. يبقى كلمة وتطلع منها أفكار فرعية، دي تمثل الجمل اللي هنقوم بكتابتها داخل الموضوع. ويمكن ايضا نستخدم كلمات الافكار الرئيسية، يعني الكلمة نفسها اللي انت حطيتها ممكن تستخدمها وتكون منها جمل فرعية. مثال، انت عايز تكتب على موضوع unemployment اللي هي البطالة، يعني ممكن انا ايه الكلمات الاساسية؟ اسباب، مخاطر، اقتراحات الحل، دي الكلمات الرئيسية. من كل واحدة من دول هتبدأ تطلع منها جمل. يعني ولذلك احنا بيصنف الموضوع ده اللي هو البطالة على انه مشكلة بنعاني منها ولا بد ان احنا بنواجهها في الحياة. فالكوزس، ها، بتقول له الاسباب، increase the number of the graduates، زيادة عدد الخريجين، few job opportunities are available، فرص العمل قليلة، effects، ده ادى الى ايه؟ لما في بطالة، increase the average of crimes، زيادة معدل الجريمة، يس ريسورتس تو دراجز، اتجهوا الشباب للمخدرات. طيب سوليوشن، بيلت نيو سيتيز تو كرييت مور جوبز، نبني مدن جديده عشان نطلع وظائف، جيف يوس ماني تو ستارت سمول بروجكتس، ندي لهم فلوس من البنوك عشان يعملوا مشروعات جديده. الخاتمه، شيء نصائح بما تمس الخاتمه بتاعت حضرتك. اولا الخاتمه يعني بتكون عباره يعني جمله واحده بتفكر أو تلخص ما قلته في المقدمة والموضوع، وطبعا تؤكد الأفكار اللي جت في الموضوع. إذا كان الموضوع عبارة عن مشكلة تكون تذكيرا بخطورتها وأهمية إيجاد حل لها. إذا كان الموضوع موضوع عام بتفكر بضرورة هذا الموضوع في الحياة والحفاظ عليه واستخدامه بالشكل الأمثل. إذا كان الموضوع عن مزايا وعيوب طبعا نذكره، إذا كانت لها مزايا نذكرها عشان نستطيع إن احنا نستفاد منها، وإذا كان عيوب يعني ننبه الناس بضرورة تجنبها عشان نقلل العيوب بقدر الإمكان ونستفاد من المزايا. يعني طبعا خلي بال حضراتكم في يعني مجموعة من النقاط بنلاحظها احنا وبنصحح الأولاد، مراعاة ما يلي. هي طبعا يعني مش ممنوعة لكن بتخلي موضوعك ضعيف. يعني انت حضرتك عايز تقول ان هذا الشيء مهم، بلاش كل مرة important important important، في كلمات بتسويها زي كلمة essential، كلمة vital، كلمة major، necessary، كلمة فاكرين كلمة benefit و beneficial، basic، useful، urgent، دي كلها كلمات. في كمان has a great priority اللي هي لها اولوية عظيمة جدا. ده كانت اول حاجه، انك انت يعني لما في كلمه بلاش كنت محتاج الكلمه دي كثيرا، جيب كلمات تساويها بقدر المستطاع. طبعا الكلمات لما تكون انت كلمه السبيلنج بتاعها مش عارفه، طبعا حاول انك انت اكتب دور على كلمات السبيلنج بتاعها بعرف. طيب كمان في التصحيح، افرض انا اخطات 30 40 سبيلنج
ده يضيع البقلالة. السبيلنج عليه درجة واحدة، أخطأت كلمة 2 3 4 عليها درجة واحدة. طيب الجرامر، الجرامر بتاعي أنا أخطأت في جرامر في أكتر من جملة برضو عليها درجة واحدة وخلاص، ما يحطش على كل واحدة درجة. زي ما تكلمنا في مقدمة هذا الشرح، لما يكون أنا عايز أقول يعني وا 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 أنت 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 أنت، لا بلاش نستخدم كلمات أخرى بتساوي كلمة and زي as will as و in addition و moreover not only but also وهكذا. دي زي ما تكلمنا في المقدمة. هناك أدوات ربط مناسبة هديها لك أهو، لو أنت عايز تتكلم على شيء بيمر من خلال مراحل، يعني أولا بنعمل كذا وثانيا بنعمل كذا وثالثا نعمل كذا، تستخدم first قدام أول جملة وsecond جنب الثانية وfourth لغاية ما تختم في النهاية بكلمة final. لا طيب أنا أفرض عايز أعمل جمل مقارنة، بقارن بين شيء وشيء، أستخدم although، أستخدم however، on the other hand، ومن ناحية أخرى. هذا الجملة معناها هنا جمعت لحضراتكم كل يعني لقيت هذه طبعا في عشان ما ننسبش الفضل لينا، ده ناس عاملاه طبعا على النت واحنا اخذنا جمعنا هذه المعلومه. لو انا عايز الادوات اللي تنفعك، لو انا عايز اقول كلمه بالاضافه الى اتكلمنا عليها من شويه، لو انا عندي حياه يعني متناقضه مع بعضها بستخدم ايوه يعني but yet however والكلمات اللي قلنا عليها، لو انا عايز اقول ادي مثال يعني كلمه نيفر ليست يقول لك سابوها ليه ولا الكلام ده فور اكزامبل، لو انا عايز اقول ادي مثال عندك كلمه فور اكزامبل، فور انستانس، فور الستريتش اللي هي للشرح يعني اهو، ومدي لك امثله عليها، وممكن زي ما اتفقنا تعمل بوز للفيديو وتقرا براحتك او تنقلهم براحتك في اي ورقه. لو انا عايز اشرح حاجه معينه تو الستريت هي مرتين معاها in other hands other words اسف يعني بتعبير اخر وبكلمات اخرى، this means that يعني هذا ما اقصده وما اعنيه. الخاتمه لو انا عايز اختم كلامي عندك اكتر مش كل مره finally والكلام من ده، as you can see therefore all this proves that كل هذا يثبت ان، هتلاقي كل واحده طبعا مدي لك هنا عليها امثله موجوده، just read ان شاء الله توصل للنهايه. فور اكزامبل هنا عندنا مثال نشوف اخينا ده بيقول فولو مي تعالوا ورايا مش عارف يودينا فين. طبعا بعد ما وجعنا دماغنا هنشوف هو اداني مثال يطبق فيه هذا الكلام اللي احنا قلنا عليه. المثال بتاعه يعني عايز يكتب باراجراف او اساي عن ذا نايل وممكن ووتر اند اتس امبورتنس، يعني ممكن يقول اكتب عن النيل او عن اهميه الميه واهميتها، لان دي من موضوعات الساعه. هو طبعا اخينا اهو بدا الباراجراف بتاعه اللي انا مديها لك، يعني الخط الان ريد كالر ده باللون الاحمر دي المين ايدا اور توبيك ايدا اللي هي الجمله الافتتاحيه. اول ما بدا قال ذا نايل از ا سورس اوف لايف ان ايجيبت ات از، يعني هو مصدر الحياه، اتس كونسيدرد ا تشيف سورس اوف ويلث والفير ثروه طبعا والفير رفاهيه and prosperity الرخاء to Egypt. يبقى هو في البدايه قال لي ان النيل كذا وكذا وكذا، يبقى انا عرفت اخينا ده هيتكلم على ايه. We enjoy drinking its fresh pure water، يعني ادي اول فايده ليه ان هو بنستفاد منه بنشرب الميه. We irrigate our lands from it، بنروي الاراضي. Vast areas of land are reclaimed with the help of the Nile، استصلحنا الاراضي بواسطه النيل. Egypt is the gift of the Nile، يعني مصر هي هبة النيل. We shouldn't throw waste into our dear Nile، لا نلقي بالقاذورات كل هذه أفكار اهي في النيل. We should keep it clean and pure، لابد أن نحافظ عليه، يعني احنا استخدمنا كلمات بسيطة يعني نحافظ عليه نظيفا ونقيا. هو طبعا لسه أفكار لسه كما خلص without the Nile، بيقول لك طبعا عرفتوا فايدة النيل؟ قلنا له ايوه. قال طلب النيل ده لو مش موجود without the Nile Egypt would be a desert barren land، the Nile is the life blood اللي هو ايه
يعني بيقول لك الدم الذي يؤدي اللي بيجري في الشرايين وفي ايجيبت، يعني هو شبه طبعا كانه طبعا على ان الماء ده النيل ده عباره عن الدم اللي بيمشي في شرايين البلد من خلاله تحيا. Without the Nile life would be impossible in Egypt. الحياه هتكون مستحيله. فيك طبعا اداني باراجراف تلا الاسي بيتكون من ميني باراجرافز. It is our duty now to keep the Nile clean. اهو واجبنا نحافظ على النيل نظيفا. And not to throw rubbish and dirt into it. Moreover, بالإضافة إلى استخدم some of the non-existent. كلمة طبعا هنا الناس الكونسنس اللي هم الناس معدومي الضمير. People make fish farms on the water of the Nile causing water pollution which causes a lot of كلمة fatal diseases اللي هي الأمراض الخطيرة والأمراض اللي هي بتسبب كثير من الأذى للناس. The government should issue strict laws. كتبها لك اهو. To ban لكي تمنع polluting اللي هي تلويث the Nile and building on its two banks. وختم في النهاية. The Nile is considered a national security matter. It is a must to keep the Nile clean because if we pollute it we will be poisoning ourselves. ده ختامها. والكلمات دي طبعا 187 كلمة، يعني عشان لو انت بتحسب الكلمات. تعالوا السربرايز اللي قلنا لحضراتكم عليها في النهاية. انا بحاول ماشي بسرعة علشان ما نطورش الفيديو وانتم ما تملوش. ايه السربرايز؟ قبل ما اخش على السربرايز عندنا في اللي هي سيفت كات، ده اللي بيسموه الحيوان السنور. وفي عندي كمان دروميداري كامل اللي هو بيسموه الجمل ذو السنام الواحد. طيب ايه وظيفتهم دول؟ ليه دول اللي هم في هذه الايام يعني بيشكوا فيهم ان هم كانوا يحملون هذا الفيروس؟ دي اخر ابحاث اللي هو بهدلنا دلوقتي، اللي هو فيروس مين اهو كورونا فيروسز. هنا ده طبعا الباراجراف ده، هذه المعلومات هتفيدك لو طلبوا يكتب باراجراف او جات لك جمل في ترجمه او جات في قطعه او جات في اي حاجه، تبقى انت عندك مجموعه من المعلومات تستطيع من خلالها انك تفهم. كورونا فيروسز اللي هو الرمز بتاعه COVR، a large family of viruses that cause illness. كلمة ranging يعني تتدرج، from the common cold to more severe. كلمة تتدرج دي range بتاعنا، يعني بتتدرج من كان في البداية عبارة عن common cold اللي هو البرد البسيط العادي. طبعا في ناس كتير تكلمت على هذا الموضوع. طبعا الامراض الخطيره such as middle east اللي هم تخلي بال حضراتكم middle east respiratory اللي هو طبعا جهاز التنفسي اللي هو ضيق طبعا عندنا syndrome اللي هو ضيق التنفس. وفي عندنا كمان novel بص كورونا فيروس. طبعا كلمة نوفل ونيو الاثنين دول بيدوا نفس المعنى. ان سي او في از ا نيو سترين، ده عبارة عن ازمة جديدة. ذات هاز نوت بين بريفيوسلي ايدنتيفايد ان هيومنز، يعني لم هذه الامراض التي لم تعرف من قبل عند الانسان. كورونا فيروس ار بص الكلمة دي زونوتيك، يعني معناها ان هي كان موطنها الاصل الحيوانات، ولكن انتقلت من الحيوانات للبشر. meaning they are transmitted between animals and people. detailed اللي هي التفصيلية يعني او الدقيقة. investigations found that COV was transmitted from سيفت كاتس اللي قلت لكم عليه صورته نجدة اللي هو حيوان السنور ده، to human or from
دروماديري كاميلز تو هيومنز، ده آخر حياة وصلت لنا. Several known coronavirus are circulating in animals that have not yet infected him. يعني كانت بيقول للأسف إن هي منتشرة في الحيوانات اللي عمرها ما كانت هي بتأذي أو تنشر المرض للإنسان أبدا. Common signs of infection include respiratory symptoms اللي هي الأعراض بتاعة سوء التنفس، دي الأعراض بتاعته اللي هي الفيفر الحمى كوف، shortness of breath and breathing difficulties اللي هي صعوبات التنفس. In more severe case infection can cause، شوف الكلمة اللي جاية طبعا الأطباء ما يزعلوش مننا لو احنا نطقناها، اللي هي بنيومونيا. بنيومونيا ده اللي هو الالتهاب الرئوي والكيدني فولر، يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. And even this standard recommendation to prevent infection spread include regular hand washing، عشان نتجنب هذا المرض اغسل يديك كويس. Covering mouth and nose when coughing or sneeze، تغطس تكح غطي مناخيرك وبقك. Slowly cooking meat and eggs، كمان يعني طهب بتاع البيض واللحمة كويس. Avoid close contact with، ما تقربش من حد، تجنب. Showing symptoms to respiratory illness such as coughing and sneezing، أي حد بيكح بيعطس ابعد عنه بقدر المستطاع. احنا حضراتكم اهو حاولنا انه نعرض بقدر المستطاع حسب ما توصلنا اليه، على اساس ان حضراتكم ياريت انشروا المعلومة دي. وفي النهاية يعني كالعادة أتمنى أن أكون استطعت توضيح هذا السؤال، ولا تنسونا من دعائكم، ويا ريت عشان مشاركة ولايك والجرس على أساس نوصل في النهاية لبر الأمان. المرة اللي جاية إن شاء الرحمن إذا ربنا أحيانا هنتكلم على سؤال ترانسليشن، على الترجمة، على الترجمة، ونشوف إحنا إزاي بنعمل عملية الترجمة إن شاء الرحمن. في الختام كما بدأنا بسم الله نختم بالحمد لله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمصريين أجمعين. وإن شاء الرحمن يعني ربنا يكرمكم في الامتحانات ونوصل لبر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.